كان في أيام العليا في تحقيق هذه الإنجازات لتعدد إنها تكون خطوات، بل كانت أحلام محقق في دعم الأبطال ودعم الاتحادات، مش بس دعم مادي لكن دعم معنوي ودعم نفسي من فريق عمل بيتابع أصغر التفاصيل. زي ما بيقولوا بلد كده البنك الأهلي كان وقت من الأوقات ظهر الرياضة المصرية. ويمكن البنك الأهلي دلوقتي في هذا الوقت الحرج والانتداب القليل جدا من المنتديات باريس، فهو بيكبر حجم استثماره وبيأكد على بلاده وسط القطاعات المختلفة لرعايته للبعثة الأولمبية المصرية لأولمبياد 2024 في باريس إن شاء الله. لكن كمان توجهنا للاستاذ المهندس خالد عباس في شركة العاصمة الإدارية في وقت برضه كان ضيق جدا وحرج جدا، إلى أن احنا فهمنا بمدى اهتمامه وسرعة التكاسل القرارات الحكيمة اللي أنا شخصيا بعتبر أن أنا تعلمت منها. ويمكن أنا بصفتي يعني أخرى أنا مهندس جاي من صناعه التشغيل ويمكن حاصل على اكاديميه الشهادات الكبرى في اداره المشروعات، شهادات الاكاديميه يعني. كنت بجد ان العاصمه الاداريه فيها انجاز مش بس محلي، هو انجاز عالمي. ما كنتش اعرف يعني ما كنتش شايف السبب. يمكن احنا في مصر ويمكن حضرتك وحضراتكم عارفين ان مدينه 6 اكتوبر عباره عن بدايه انشائها لظهورها قعدنا 30 سنه. مدينه التجمعات مدينه السادات قعدت يمكن 50 سنه ما ظهرتش حتى لغايه دلوقتي بالشكل اللي ظهر بيه العاصمه الاداريه. فالعاصمه الاداريه ما تعتبرش انجاز يعني محلي فقط، بل انجاز عالمي يمكن ان يدرس بسرعه الاداء بسرعه الانجاز، ودي جت من القياده وسرعه اتخاذ القرارات والرؤيه المستقبليه اللي كانت قدمت الجمهور